مشاهدي الأقباط المتحدون، أهلا بكم. نحن الآن في موقع الحدث في إمبابة التي شهدت حصار سلفي يوم السبت الماضي وأحداث دامية وحصار مكثف لكنيسة ماري مينا، ويعني عدوان شديد واتهامات باطلة، يعني أو التحيات هتثبت أنها كانت باطلة أو غير باطلة لرجل الأعمال أو المعلم عادل لبيب. إحنا هنا في المكان كان لازم نيجي ونصور ونعرف حقيقة هذه الأحداث، ومعانا هنا في المكان مسلمين ومسيحيين، وإحنا دلوقتي بنتكلم من المكان اللي هو جنب الكنيسة. إحنا جنب الكنيسة هنا، كنيسة ماري مينا، وبننقل الواقع بالصوت والصورة، ومعانا بعض المسلمين وبعض المسيحيين وبعض المحامين المتضامنين في القضية. وكنا عايزين نعرف بعض الأسئلة اللي بتتردد اليومين دول والاتهامات اللي بتلقى جزافا حوالين هذا الموضوع. أولا احنا كنا عايزين نتعرف على يعني واحد من أهم الناس اللي كانت متواجدة في الأحداث من أولها لآخرها للآن. ممكن تعرفنا بنفسك؟ طبعا انا ماجد عثمان من سكان المنطقه وعايش الاحداث من اول لحظه لحد اللحظه اللي انا قاعد فيها مع حضرتك. تمام، قول لنا ايه اللي حصل في الاول؟ الاول خالص كانوا حوالي 8 افراد راحوا وصلوا لحد الكنيسه. 8 افراد؟ كانوا 8 افراد من الملتحيين. تمام، 8 ملتحيين وصلوا لحد الكنيسه، واتصلوا ساعتها بمديريه الامن على ذمه، قالوا ان في واحده مسيحيه واسلمت ومحتجزه جوه الكنيسه. تمام. جت قيادات من الشرطه ودخلت الكنيسه ودخلت المبنى الخدمي اللي قدام منه وقالت ان مفيش حاجه، ده باعتراف الداخليه، ده الداخليه نفسها. بالظبط. فبدا يحصل حاله تجمر، السنيه بداوا يقولوا شعارات دينيه ردت عليها شباب الكنيسه. فاصبحت الموضوع كله ايه؟ شعارات لحد ما توترت. هم كانوا بيقولوا طبعا اسلاميه وهم بيغضوا. معايا فولدر ممكن اديه لحضرتك بالشعارات اللي كانت بتتقال. بالظبط. تمام. الشعار اللي كان بيتقال اللي هو الشعار اللي كان بيتقال من اللي بيتقال من الاخوه المسيحيين وبيتقال من المسلمين. المسيحيين مش هيقولوا حاجه طبعا فيها اهانه. لا، هم كانوا حته ان بيرفعوا شعار الصليب، ودول كانوا بيرد عليهم انا اسف باللفظ بشتيمه مالهاش دعوه بالاسلام خالص. بالاسلام خالص. كده تمام. كده تمام. انت دلوقتي كان يعني مدير امن، او نقدر نقول يعني من خلال اللي قرناه في وسائل الاعلام ان وزير الداخليه صرح وقال ان في شخص يدعى عادل لبيب. انا استاذن حضرتك ان انا حاضر الواقعه في لحظتها. ثانيه، انا هسالك السؤال الاول وانت حضرتك تجاوب عليه. قال ان عادل لبيب ده هو اول من بادر، يعني هو اول واحد اطلق النار. هل فعلا عادل لبيب كان موجود واطلق النار؟ انا اقول لك ان انت كراجل شاهد على الاحداث وضميرك الوطني يجاوب على الحاجات. كشاهد على الاحداث ومتابعها ساعه ما نزل سعاده اللي هو وزير الداخليه، كان متواجد في اللحظه ديت الشيخ محمد علي سليمان الامام السابق للسنه اللي هو بتاع الجمعيه الشرعيه. تمام. والراجل القيادات الامنيه اتصلت بيه من الاول خالص على ذمه ان هو يجي يحل، وكان باعتراف منه ان دول مش سلفيين الا ان هو اللي ادان عادل لبيب، ودي انا كنت شايل عيان عليها بعيني، لان هو خد ثلاث فوايد من اللي موجودين في الارض اللي كانت بتضرب بيهم الجيش، وقال لوزير الداخليه عادل لبيب هو اللي ضربه، ده السلاح الالي بتاعه. بس عادل لبيب لم يكن يعني يعني على المستوى الشخصي بقى. انا اكلمك على انا بقول لك كشاهد عيان، انا اكلمك كشاهد عيان. اتفضل بقى. هل كان متواجد عادل لبيب؟ انت شفت عادل لبيب؟ انا لا، عادل لبيب كان معايا. عادل لبيب كان معايا هنا في القهوه. في القهوه كان معايا هنا في القهوه، واول علاقته بالاحداث كلها ان جاله تليفون الحق الخشب بتاعك بيتولع فيه، لان عنده قطعه ارض مخزن فيها خشب معمار. تمام. دي ملاحظه تعتبر جنب الكنيسه على طول، يعني ولعوا في الـ في الـ في الـ البتاع ده، المغلق ده. عقبال ما وصلنا، عشان برضه نكون ساكنين للاحداث، ما كانش فيه ولع، يعني احنا عقبال ما وصلنا لحد هناك كلنا جرينا من هناك من على القهوه على زي ما نشوف المخزن اللي ولع. فاخدونا الجماعه المسلمين اللي هناك اللي في المنطقه، وحاولوا كانوا وينهم بالاقصى على عادل. تمام. المخزن ما فيهوش حاجه، كلهم كانوا ورقين ثلاثه وطفيناهم، وتعالى انت يا معلم يقعد معانا. قعد عند ناس مسلمين، يعني انا على علم، انا على علم ان هو قعد في شقه شخصيه مسلمه من بالليل لحد الساعه 10 لحد الساعه 7 الصبح.
الساعه 7 الصبح راحت له شخصيه مسلمه تاني خالده جابته لحد هنا اهوت على القهوه. الكلام دوت انا بقوله مع رئيس المباحث احمد الوليدي اللي ماسك عندنا هنا المنطقه، فعايز ابرر له وجود عادل لان عادل صديق شخصي بالنسبه لي. فلقيته اداني خط الاحجاز باللحظه اللي انا ما اعرفوش ان هم عارفينه. طب لما انتوا عارفين ان عادل غير مليان، قال لك كل اللي حط في المحاضر حط اسم عادل، فيجي عادل يدافع عن نفسه. اما الداخليه كانت عارفه عادل فين كويس قوي ومتابعاه لحظه بلحظه. طيب والكلام اللي بيقول حضرتك عليه ده رئيس المباحث. هل شفته؟ انت راجل متابع. هل اطلق نيران؟ لا، عادل ما لا يمتلك سلاح اساسا. تمام. انا بتكلم بقى على ثقه لان هو صديق شخصي بالنسبه لي. وكان لان فعلا وزير الداخليه قال لك اطلق النيران. لا ده كان خدها، لا خدها من على لسان محمد علي سليمان، لان وزير الداخليه ساعه ما نزل قبل محمد علي سليمان وراه له هم الثلاث طلقات دول. بس الثلاث طلقات دول يعني ممكن يكونوا من الناس المتواجده اللي حضرتك ما تعرفوش كنا واقفين، ودول كانوا من طلقات الفوارق اللي ضربها الجيش. تمام، ما كانش من السلاح اللي هو اتضرب من عليه. من الاسلحه اللي اتضربت دي وقالت عنوان واحد من طلقات الجيش. لا 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 لا. تمام. كلها كانت طلقات. في كلام يتردد دلوقتي ان الشيخ الزغبي ويتردد في وسائل الاعلام، وبرده المجلس العسكري النهارده بيقول ان احنا ما قلناش، يعني ما لا قلنا للشيخ فقط حجازي، ولا قلنا للشيخ محمد حسان، ولا قلنا لاي شيخ من الشيوخ دول يروحوا هنا ولا هنا ولا يروحوا يهدوا، ما اعطناهمش اوامر بكده، بس احنا شفناهم وهم في تصريح للوفد قالوا ان الحكومه بعتتنا للمكان ده. انت شفت فعلا الشيخ محمد حسان؟ كل اللي هم بيعملوه ده شو اعلامي. احنا كاهل المنطقه اتفضل حضرتك شفتهم؟ لا، هو اللي متواجد معانا عشان نكون صادقين الشيخ محمد علي سليمان الرئيس الاسبق للجمعيه الشرعيه. ما دون ذلك ما حدش جالنا. كل اللي بيظهر عندكم ده شو اعلامي. تمام، لكن وسائل الاعلام كلها ذكرت ان محمد حسان وصفوت حجازي جم. ما حدش فينا شاف حاجه زي كده. انا ما ممكن انت اللي تكون تخش جميعا. لا لا لا، بكلم حضرتك وانا قاعد مع حضرتك دلوقتي والاخوه الاجواد كلهم، اي حركه موجوده في الشارع بيجي لي بيها تليفون. لا يجي لك غير لما تشوف بعينك. لو الشيخ محمد حسان معلش يا بيه لا لا، خد مني انا بعرف. اتفضل. ولو كانوا عملوا السوق بره عن امبابه، يعني يروح يقعد في بابا بره على الكورنيش ويعمل مؤتمر، ده انا ما يتسالش عنه. احنا بنتكلم على مركز الاحداث، ما حدش دخل عندنا في مركز الاحداث الا جاري الشيخ محمد علي سليمان اللي هو الشيخ الاسبق بتاع الجمعيه الشرعيه. تمام. ما دون ذلك ما حدش دخل. ده كله يعني البصرة. انت موضوع، لان في كتير قال حتى مسلمين قالوا ان الشيخ محمد حسان جه. لا ماشي، ده انت يعني برضه تسال عن هذا الكلام. لا، انا بقول لحضرتك وانا صادق، لان انا اصلا بيت والدي في ملاصق للقهوه اللي انا قاعد معاك فيها. تمام. وسكن الشخصي انا ساكن في فيصل، واخد مراته وبنته معيد عندنا سايبه، لان انا ما اقدرش اسيب هنا اهوت، وقاعد هنا بقالي 80 سنه. اللي حصل ده كل شويه من هدم الكنائس وحرق كنائس وواحده سابت، انت قلت واحده لا كانت موجوده جوه الكنيسه. لا 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 لا، وبعد كده مع احترامي كانت عبير ولا كاميليا شحاته ولا سين او صاد من الاشخاص، مش هتزودنا كمسلمين ولا هتنقصكم كمسلمين. هي الفكره كلها استاذن حضرتك، وده التيار اللي حضرتك بتشوفه دوت ده الابن الشرعي لامن الدوله. لما نيجي نرجع لاحداث 2005 لما الاخوان المسلمين كان ليهم قوه داخل مجلس الشعب، كان لازم امن الدوله تعمل ليهم الفزاعه. حضرتك كراجل مسلم مسيحي وغير متابع الاحداث، كنت بتسمع من سنتين ثلاثه هدم الاضرحه. الاخوان المسلمين لما كانوا بيضغطوا على الحكومه نفسها جوه المجلس، كانوا بيطلعوا اللي هم دول يرجعوا الاخوان المسلمين. فانا عايز اوصلك، ظهرت قريب، ما ظهرتش، ظهرت بعد الثوره. لا، وظهرت من سنه 2005. ممكن تكون يا بيه، انا كان تابع للاحداث من 2005. فلما سكرت امن الدوله، اقرب مثل اقدر اقوله لك، شخص مربي كلب. صاحب الكلب مات، مستنظر من الكلب. فاللي موجودين دول لا يمثل الاسلام بحاجه، دول طيار الاب الشرعي ليهم امن الدوله. والنهارده كلب مالوش صاحب، فمستنظر ان هو ياخد منك عظمه وياخد منك. سؤالي في شخص عدد. يعني دلوقتي هم قبضوا على ناس، قبضوا على ناس بريئه كتير قوي. يعني من الاحباط بريئه جدا، يعني الاحباط والمسلمين عشان نبص كده قبضوا من هنا اهوت ومن هنا. وادي لحضرتك معلومه ثانيه، 90% من اللي قبضوا عليهم دول اللي هم المصابين الاحداث. ده يعني انا فعلا سئ الكلام ده موثق، يعني فعلا معظم الاقباط اللي اتقبض عليهم دول كانوا خارجين المستشفيات. ايوه، دي كسر. يعني واحد متصاب في حادث طائفي وهو خارج، يروحوا قابضين عليه وياخدوه، لدرجه ان الناس اللي في المستشفيات خايفه تطلع. ليه بقى خايفه تطلع؟ اللي جوه المستشفى. لا، اللي جوه المستشفى تحت التحفظ. ايوه، ما انا بقول لك خايفه تطلع. على اللي خرج واللي خرج تحت التحفظ ممكن برضه ياخدوه. فاهم ازاي؟ مين المحرض؟ انت حضرتك هو قبل التسجيل بتقول لي في شخص محرض.
مين اسمه باين محمد الشيخ محمد فاضل من سكان المنطقه، وهو دوت اللي استقبل الجماعه ام دقون اللي جات لنا من الخصوص ومن المرج، لان كل اللي هنا ما كانش فيه ولا واحد فيهم من امبابه، انما كان الشخص اللي قابلهم هنا عندنا في امبابه الشيخ محمد فاضل. لحد امبارح بالليل انا مشاهده في الشارع، بلغت بالكلام اللي بقول لحضرتك عليه دوت لحكم دار العاصمه، وحكم دار العاصمه اداني تليفونه الشخصي وصورته له، والاجهزه الامنيه رصداه من اول يوم. ده المحرض الرئيسي معايا فولدرات على التليفون وهو بيكسر في الكنيسه بتاعت العذراء بتاعت شارع الوحده، بتاعت شارع الوحده كنيسه العذراء، ومعايا فولدرات ان هو كان المحرض الرئيسي عندنا نوت، ولحد اللحظه دي موجود. بس كان عندنا لحد لا مش شفت طريق ده، انا اتخانقت معاه بشارع الاخوه المسيحيين. اتخانقت انت؟ لا يوم السبت. طب ما سايبينه ليه؟ دي تسال فيها الكيالات الامنيه لسبب صغير قوي، ان كلنا من ولاد المنطقه عارفين ان دوت قريب شخصي لرئيس مباحث عندنا او مفتش المباحث بتاع المنطقه. اسمه ايه؟ الشخص ولا مفتش المباحث؟ انت قلت اسمه محمد فاضل. محمد فاضل الشيخ. فاضل المحرر. المحرر. مين قريبه في امن الدوله؟ حسام او سوري في الشرطه. حسام بن فوزي. حسام فوزي. رئيس مباحث اسبق عندنا في المنطقه وحاليا مفتش عندنا في الشمال. وكلنا كاهالي المنطقه مدركين الكلام دوت، لان هو اساسا كان بيتدلع في المنطقه على حصه قرابته لرئيس المباحث. تمام. وفي الاحداث انا كراجل مسلم بقولها لك، المحرر الرئيسي رقم واحد من الاحداث هو الراجل دوت. تمام. ومعانا كاهل المنطقه مصورين اللي حصل وموثقينه، وهو بيكسر في كنيسه العذراء، وهو بيستدعي الشباب بتاعت المنطقه ان هو للهجوم على كنيسه مريمينا، وهو بيقود الهتافات قدام كنيسه مريمينا. كل اللي بقول لحضرتك عليه ده كله موثق معانا على التليفونات. تمام تمام تمام. احنا نشكرك جدا على الشهاده دي، وطنيه منك، والكلام اللي انت قلته كلام بيخدم قضيه بلد. يا حبيبي انا ماليش دعوه كمسلم ولا مسيحي، انا راجل مسلم وبقول لحضرتك كده. واللي مضايقني اكتر ان الاعلام متحامل على عادل لبيب. عادل لبيب احنا بقى كمسلمين المنطقه والله ويمين اتحاسب عليه وربنا اللي حاسبنا عليه، عادل ما اشتركش في الاحداث مثقال ذره، وعندي ما يقارب من 500 مسلم. محدش، انا اسف في اللفظ اللي هقوله، محدش يعني مش لاقي لفظ قريب ان انا ايه يعني هاجي على ديني. تمام تمام. انما كلمه الحق اللي ربنا يسالنا عليها، عادل لبيب ملوش اي صفه في الاحداث من قريب ولا من بعيد. انما كشخصيه معروفه في المنطقه، الشخصية معروفة، اتحط اسمه في البداية، والشيخ محمد علي سليمان أول من أدانه قدام الإعلام كله، ودي أنا كنت شاهد شخصي عليها. تمام تمام. إحنا نشكرك جدا. برضو معانا دلوقتي الأستاذ شريف صالح، هيقول لنا آخر التطورات والحملات اللي بيشنها الجيش المصري للقبض على بعض الأقباط، وبرضو في يقال إن في سلفيين تم القبض عليهم. قول لنا مين قبضوا عليه النهارده، وقبضوا عليه ليه؟ في جريمته؟ هو اولا الناس دي ملهاش جريمه. يعني الناس هم مش السلفيين اللي اتقبض عليهم النهارده على فكره. أيوة. هم ما بيقبضوش غير على الجماعه المسيحيه. تمام تمام. ده اللي احنا شايفينه. تمام. يعني ده اللي انا عن نفسي شايفه. ان ما خدوش اي حد من الناس الثانيه دي خالص. هم السلفيين. السلفيين وفي غير السلفيين، في ناس عاديين بس مش ورا الاحداث. يعني بقت ايه؟ بقت مسيحي ومسلم. ما بقاش هو في البدايه كانت الناس السلفيين اللي جت. تمام. دي الناس دي انا شفتها بقى بعيني، لان انا ساكن في البيت اللي جنب الكنيسه. البيت ده اتكسر؟ البيت اللي فيه القهوه اللي اتكسرت والجيش واقف. يعني القهوه اتكسرت والجيش كان بيتفرج. والجيش واقف. انا ساكن في نفس العماره اللي فيها القهوه. تمام. ساكن في نفس العماره اللي فيها القهوه دي. الجيش كان واقف صف كده اهو، والناس والشباب والعيال والكبار وكل الناس كانوا عاملين مكسرين في باب العماره. ايوه. والجيش واقف ما بيزعقش حد. تمام تمام. ما بيزعقش حتى لاي واحد فيهم ولا يمنعهم. يمنعهم لدرجه ان احنا الرعب كان ماسكنا، لا معانا اي حاجه ندافع بيها عن نفسنا. تمام. غير ربنا طبعا، ربنا هو اللي طبعا كان معانا. يعني الباب لدرجه ان الباب اتكسر، الكالون اتفتفت، الكالون النحاس اللي في الباب اتفرتك. الباب بقى يعني الباب المفروض بيبقى كده بقى كده. اللي كان ماسك الباب عندنا شعرايه من الترباس اللي تحت، هو ده اللي كان ساند الباب. لو هم يعرفوا ان هو واقف على الشعرايه دي كانوا سابوه ومشوا. طب يعني كنت عايشين حاله من الرعب والهلع، حاله من الرعب لدرجه ان احنا مش قادرين نبص حتى من شباك ولا من بلكونه. احنا شفنا الباب ده. أيوة. من حوش السلم كنا مطفيين نور السلم كله عشان نشوف بس الباب هيتفتح ولا لا. تمام تمام. احنا نشكرك جدا. شكرا. واحنا كمان دلوقتي معانا واحد شخصيه مسلمه معتدله كانت متواجده
يعني نقدر نقول قبل وقوع الأحداث، وبرضه يعتبر شاهد على الأحداث من الأول وشاهد على الحصار للكنيسة وللمكان وللجرائم اللي حصلت. معانا الأستاذ عيد إبراهيم، اتفضل احكي لنا من الأول اللي حصل. الأول كان ساعة الضرب اللي كان جوه عند الكنيسة، يعني كانوا بيقولوا إن في واحدة، أيوة كان في واحدة مش عارف إيه، بيقول لك كان واحدة جوه مقسمين ومش عارف إيه والكلام دوت. بعد كده كان في ضرب جوه، كانت الحكومة كلها جت وقفت عند القهوة هنا. تمام. المعلم عند طلع قال لنا يا ريت عشان خاطرنا كل الناس اللي واقفة دي تخش تقعد جوه. تمام. من ضمنها أنا كنت واقف قدام القهوة، قال لي عيب تخش تقعد جوه عشان خاطر إيه القلق دوت. تمام. قام جه إحنا وهو واقف، جينا التمنا كلنا وقفنا دخلنا جوه. كان ساعة الحادث ده كان الضرب جوه، كان كلنا واقفين عند القهوة هنا. تمام. المعلم قال لي كان واقف وسطينا، ولا راح هناك ولا ضرب ولا الكلام ده. أمال قالوا ضرب ليه؟ ده كله ده كلام جرايم، كلام معلش ده تلفزيون أي حاجة لازم أقولها. يعني مضلل الاعلام، ده كله مضلل. فعلا المعلم كان واقف معانا، ولا اطلق رصاص ولا اي حاجه ولا اي حاجه ولا اي حاجه. اللي حصل ده كله الكلام ده كله ما حصلش. المعلم عادل فعلا كان واقف معانا عند القهوه، ولا راح ضرب ولا الكلام ده، ولا قال لك كان معاه طلق نار ضرب والكلام ده. لكن المعلم عادل كان واقف معانا. طب هو يعني كان في يعني مجموعه السلفيين كان في قبض عشوائي لغايه، ايوه ده كان كل اللي لغايه ده كله. أيوة. كان عشوائي كل اللي متاخد ده، في اللي بيقول لك المتاخدين ده كلهم مصابين. مصابين؟ اه ده كله. انا سامع ان معظم الاقباط المصابين يخفوا او يطلعوا يروحوا، ايوه ياخدينهم مثلا يجي اه ده مصاب تعالى ده في المستشفى يروح ياخدوه. وبعد كده بعد ما ياخدوه يسجنوه. ايوه ما بياخدوه على اساس هيحققوا معاه، ده بياخدوه مثلا في المستشفى بيوقفوا بردك عند المستشفى. تمام. الحفظ بردك اللي هو بعد ما يطلع ياخدوه يحققوا معاه. بعد كده المصاب بره بردك اسمه في المستشفى، يطلع بره ياخدوه من البيت. وفعلا في مجموعه من المصابين يا جماعه، في مجموعه من المصابين وصلت بيتها من العناوين الموجوده في المستشفى بيجي ياخدوه. تمام. ايوه بيجي ياخدوه يحققوا معاهم، بيقعدوا بقى 3 ايام 4 ايام. في ناس لغايه دلوقتي ما نعرفش اي حاجه لحد دلوقتي. في ناس متتابعه من 10 ايه النهارده حصل فيها اعتقال لحد؟ لا لسه لحد دلوقتي اللي احنا سامعينه اللي هم بيتاخدوهم لحد دلوقتي، لا مفيش حد بنعرف عنهم. انت اللي انت ده انت على حسب رايك يعني؟ على حسب رايي اللي حصل. برضو احنا معانا احد الخدام اللي كانوا متواجدين في الكنيسه وقت الحدث، الاستاذ جيزيف. جيزيف نادي المحامي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا دلوقتي عرفنا من حضرتك يعني ان في قايمه تم اعدادها بالاسماء بتاع البيوت المتضرره. بالظبط. البيوت المحروقه، اسماء الاقباط المقبوض عليهم دون ذنب. ممكن تقول لنا حجم الخسائر وحجم الكارثه اللي احنا فيها؟ اول لنا دور يعني الداخليه، ايه ردك لدور الداخليه والكلام ده ودور الجيش؟ يعني انا هقول لك اول التلفيات المحل بالنسبه للمحلات، اسماء الناس يعني مين الناس اللي اتضررت وتقدر بكام الخسائر دي؟ يعني في محل بتاع موبايلات اسمه إيه؟ امير يوسف حليم. تمام. ده التكاليف بتاعته في حدود 80,000 جنيه. تمام. في محل احذيه ب 150,000 جنيه. اسمه ايه؟ قول اسم المحل. اسم المحل اسم الراجل اشرف راتب فراج حنا. تمام تمام. ده بتكلفه الاحذيه 150,000 جنيه. تمام. في محل شنط باسم برضه اخوه اشرف راتب فراج حنا ب 150,000 جنيه. في سوبر ماركت اسمه بيت بيتك تكاليف بتاعته 100,000 جنيه. في محل بيت تكلفه 50,000 جنيه. تقريبا في حاجات ثانيه لا انا بقول لك يعني في حاجات ثانيه. انا بقول لك لا انا بقول لك التكاليف انا بقول لك اوكي في استوديو كريزي ب 50,000 جنيه جنب الكنيسه. في محل اسمه ياس بتاع الاول الكهربائي وده مسلم كمان. يعني ده هم اللي ولعوا فيه، لان هم ولعوا في بيوت المسيحيين ده ولع المحل ده جنبه. واحنا مذكرينه معانا كمان الراجل ما يعني ملوش ذنب يعني. في محل بتاع موبيليات تقسيم البتالين الزوجيه من بره. في كافيتيريا بتاعت جمال لبيب بولس اللي هم بولس اللي هي بجوار الكنيسه اللي حصل فيها الضرب. تمام. 100,000 جنيه. هو لو معاه سلاح مش كان دافع عن قهوته ولا كان بالظبط؟ ادي 100,000 جنيه. في محل ده بتاع سين وفضه ب 100,000 جنيه باسم بشوي جورجي. في محل ملابس باسم عماد فوز ستاندر التكاليف بتاعته ب 50,000 جنيه. ادي المحلات. تعالى بقى في الشقق،
في شقه اتحرقت بالكامل. ده انا البيت كله. تمام. يعني في بيت بتاع زكريا. طب الاشخاص اللي اتحرقت بيوتها ايه؟ يعني في بيت بتاع اخو ابونا ابانوف اللي هو راعي الكنيسه اللي هو بتاع مقدس زكريا ومقدس قدسي. تمام. يعني مسجد زكريا ده جاد الكريم 7 طوابق تم حرقه بالكامل ونهب بالكامل؟ بالكامل. ونهب بالاجهزه وتكسير محتويات المنزل، والمنزل عباره عن شقه تحت التشطيب يوجد بها اجهزه كهربائيه وادوات صحيه ونجاره باسم روماني جوده وتقدر قيمه الخسائر ب 100,000 جنيه. دي شقه عريس. تمام. كان لسه هيتجوز ب 100,000 جنيه. شقه دور كامل 160 متر باسم زكا جاد الكريم تم تكسيرها بالكامل وحرقها ونبل الاجهزه بالكامل وتقدر قيمه الخسائر ب 300,000 جنيه. شقه زكريا جاد الكريم تم حرقها بالكامل حتى الشبابيك والحوائط ونهب بعض المبالغ الماليه ونهب جهاز عروسه بالكامل يقدر ب 100,000 جنيه. كل ده اللي حصل ده والجيش بيتفرج؟ الجيش بيتفرج. يعني ده كله يعني الجيش بيتفرج؟ الجيش بيتفرج. ما هو عارف البيوت ولعت لما الجيش جه. فهم اتحموا في الجيش. لو هو الجيش ما كانش جه كنا احنا عارفين نحمي بيوتنا ازاي. بالعكس هم كان الجيش واقف وقاعد يتفرج والضرب النار والمولوتوف بيتحدف والازاز بيتحدف والطلقات بتحدف. ما الاصابات كلها جت من ايه؟ تمام. احنا مش حتى عربات الاسعاف مش عارفه تخش. مش عارفه ولا منعوها تدخل؟ ايه مش عارفه ما جاتش من القصر. انا كنت ماسك التليفون بتصل بالدليل كان بيتصل بيها 142 يقول لي عباد جت. اقول له لسه ما جاتش. اقول له حاول تدخلها من الحاره لان هو مش عارف يخش من بره ومن هنا. في ناس كنا بنبعت ايه كنا بنبعت المصابين بعربات الناس الملاكه بتاعت الكنيسه. تمام. كنا مش عارفين نعمل حاجه. تمام. اكمل لك بيت شقه. اتفضل اتفضل. في شقه بتاع زكريا جاد الكريم ب 600,000 جنيه وسرق منها فلوس وذهب. شقه مينا زكريا جاد الكريم تم تكسيرها بالكامل ب 100,000 جنيه. شقه كريم جاد الكريم ب 200,000 جنيه. ده اقول لك حتى جاي الاعلام صور كل الحاجه على الارض. تمام. كل حاجه. شقه ميخائيل ميلاد ميخائيل تناغو تم سرق الشقه كلها ب 200,000 جنيه. يعني حاجات كتير جدا. تعالى الجراج بتاع الكنيسه في حته ارض خضراء الكنيسه اللي هو جنب الملصق يعني اللي هي كان فيها عندها السلفيين. تمام. كان فيها عربيات خاصة باب الجراج سياره فيات 128 ملاك تم تكسيرها بالكامل وحرقها. كل السيارات دي كلها اتكسرت. تمام. يعني حوالي 10 عربيات اتكسرت. 10 عربيات؟ 10 عربيات تم تكسيرها دخلوا جوه حرقوا العربيات. اه يعني شوف قد ايه خسائر. كل شيء يقبضوا على المسيحيين. هم مش هيعملوا ايه؟ كل شيء يقبضوا كل يوم يقبضوا على المسيحيين. تعالى احنا نبلغهم عن الناس كانت موجوده بالفعل من الاخوه المسلمين. ولا واحد تم القبض عليه. مفيش يعني؟ مفيش. هم قالوا بس يخشوا على المسيحيين. يشوفوا معاهم اسلحه حتى لو معهمش اسلحه بياخدوا. ايوه. تمام. تمام. كل شويه عمال ياخدوا مسيحيين ياخدوا مسيحيين. طب والمسيحيين هي مش هتدفع كنيستنا ولا ايه؟ مش عصام شرف طلع قال لك كل واحد يدافع عن بيته؟ مش بيتنا؟ ده بيت الله ما ندفعش عليه. ايه ده؟ وانت اصلا ما كانش معاكوا حاجه تدفعوا بيها؟ طب اقول لك حاجه. هقول لك ان الدليل. هم كانوا على الساعه 4 الساعه 5 جالنا تليفون ده في مجموعه من السلفيين واقفين جنب الكنيسه. عايزين يخشوا على الكنيسه. تمام. فطبعا احنا داخلين من ناحيه الاقصر ما احنا داخلين جنبيهم. يعني هم هيسيبونا. انا بسال سؤال بس. يعني هم هيسيبونا ما نخش باسلحه ويسيبونا ما نخش شوال ازايز ولا يخش باسلحه ولا ملوتوف ولا ازايز ولا جراكن بنزين ولا حتى طوب؟ ايه كان هيسيبونا؟ كنا متنا قدامهم. احنا وقفنا كل واحد جاي من شغله وجاي من بيته وجاي واقف عادي جنب الكنيسه بيحمي الكنيسه. تمام. ايه الكلام ده؟ انا اصلا بسال سؤال لوزير الداخليه. انت بتجيب اخبارك منين؟ التقارير اللي بتجيبها بتجيبها منين؟ يعني بتجيبها من الشيوخ اللي هم اساس المشكله. بتجيبها من الشيخ محمد علي بيقول لك عادل لبيب اللي ضرب بالنار ولا مين؟ وعادل لبيب هو اللي هم راحوا ولعوا في كيس العدله. وعادل لبيب لو هو كان معاه اسلحه انا معاه كذا ما كان دافع عن قهوته ولا قهوه ابن عمه اللي جوه اللي جنب الكنيسه ولا الناس اللي كان دي اللي ذكرت اساميها والناس اللي ذكرت اساميها. وهيبقى يعني حاجه. انا بسال سؤال. انا بسال سؤال للصحافه اللي بتقول لك نكره عن شيوخ. انتوا بتجيبوا من ايه؟ انتوا ايه اعلام فاشل ليه كده؟ تمام. النهارده انا سامع انت محامي صح؟ محامي. انا سامع يعني ده بيتردد يعني ان بعض الاقباط المقبوض عليهم او المحتجزين قيد التحقيق في النيابه العسكريه بيمارس عليهم ضغوط او بيمضوا على حاجات او اقوال هم مش قايلينها. ده يتردد يعني. انا سمعته وناس يعني موثوق هنا من المتهمين نفسهم يعني من اقارب سمعت من اقارب المتهمين ان هم مجذوهم على مجذوهم فعلا يعني. ده فعلا شخص قال لي ان هو مجذوهم فعلا. يعني ما انا عايز افهم. طب عايز افهم سؤال. المسلمين التانيين دول ما اتقبضش عليهم ليه؟ هو في ايه حكايه المسلمين التانيين ما اتقبضش عليهم؟ يعني فيهم اسماء. حوالي كام مسيحي اتقبض عليه في الموضوع ده؟ بص هقول لك الاعداد كثيره.
يعني فعلا مش الاعداد اللي يعني اللي اتذكر في الاعلان ده مش بيقول لك من ال 190 منهم بيقول لك مش عارف 230 لا ما تعرفش الحقيقه وما تعرفش هم خدوا منين من عندهم ما تعرفش هم اي واحد بص في بلاغات كيديه كتير راح يقول لك ده شخص فلان معاه اسلحه الحق ده مسيحي معاه اسلحه روح هاتوه روح فتشوا بيته وياخدوا الناس اللي فيه بحجة ان عنده سلاح ومشكلة بيقبضوا الناس ما عندهمش اسلحة يا سلام يعني قبضوا على ناس فعلا ما عندهاش اسلحة فانا عادل لبيب ما راح جابوه من البيت ما كانش معاه سلاح لا التانيين احنا التانيين ما كانش معاهم اسلحة بالعكس كانوا بياخدوا ناس عيانة ما لهمش ولا بينزلوا من البيوت واخدوهم ازاي ناس عيانة ياخدوها معلمين كبار معلمين كبار خدوهم من البيوت مع الناس مع الراجل اللي ليه قيمه في امبابه ايوه انا هاخده ثقه الاقتصادي يعني بالظبط يعني هم كده يعني يعتبر ضرب في اقتصاد بالظبط هقول لك حاجه المباحث بتاعت امبابه هم خد الرئيس وزير الدفاع خد من مين مباحث امبابه اساسا لما جه الحادثه لما حصلت خدت ساعتين ثلاثه من الحكومه جاب بعد بوكسين بس بوكسين امال قيل ان كان في تواجد بالجيش لا 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 الكلام ده الجيش عبيت ما يجي من وحده بتاعته كان على الاقل حاجه 3 ساعات 4 ساعات ومن قاده الجيش نفسه انا بساله برلمته اتاخرتوا ليه؟ قال لي عبيت ما نيجي من الوحده بتاعتنا والمشوار والكلام ده ساعتين 3 4 طب والامن؟ في الامن ما جاش غير عربيتين بقول لك بوكس عربيتين بس على العدد المهول ده؟ كان إيه؟ عدد عربيتين اقول لك فيهم مين؟ كانوا 3 ظباط كانوا قاعدين معايا جوه في المكتب بتاع الاباء الكهنة أيوة. كانوا عايزين يخشوا فقال لهم يا ابونا انا عارف ان انتوا ما عندكوش عبير بس عايزين يشوفوا عبير دي فقال لهم ابونا لهم خشوا اي مكان انتوا عاوزينه كانوا 3 ظباط وما اعرفش عقيد ولا عميد كان في شيوخ دخلوا عند الكنيسه برضه مين؟ في شيوخ دخلوا الكنيسه؟ لا ما فيش حد دخل تمام لا فيش حد دخل احنا قلنا يا جماعه انت شفت يعني شفت ما حدش ما فيش حد دخل احنا يا جماعه قلنا طب ما كان من الاول قبل ما تزحموا العدد لان العدد كان بيكتر ده هم كان ده انا ماشي في الشارع هلاقي ناس جايه بالشيوخ وتحتهم سيوف وتحتهم كذا سيوف هي حاجه يعني سيوف وناس غريبه يعني ناس غريبه حرب اهليه يعني انا بقول لك كان عددهم فوق ما يتصور فوق 10,000 نفر يعني احنا ما تعدناش 500 300 نفر 300 400 نفر في الكنيسه واحنا كمان ما عرفناش احنا وقفنا جنب الكنيسه هم حاوطونا بقى من بره من ناحيه حاصرونا من ناحيه الاقصر ومن ناحيه المشروع من ناحيه بشين من ورا ما بلغتش لواء بتاع اتصلت بشرطه تعالي انا كنت ماسك التليفون بتاع الكنيسه عمال اتصل يا جماعه تعالوا الحقوا الحرب ما تحصل الشراره ما فيش حاجز بيننا لا انا بيني وبينك ما فيش يعني مسافه حذرت يعني واتصلت حذرت واتصلت كذا مره يا جماعه تعالوا يا جماعه الحقوا هتحصل شراره ده عمال يقول بنروح بالدم نديك يا اسلام ده بيرد عليك وعمال يشتموا اسلاميه ويقولوا اسلاميه ومش عارف ايه وبيشتموا طب كان بيصلوا في الارض احنا ما اتكلمناش يصلوا فين؟ صلوا جنب الكنيسه يعني قاعد يصلوا المغرب بتاعهم والعشاء يصلوا ما قلناش حاجه بيصلوا لربنا بس بادب وباحترام ما قلناش حاجه المهم ايه جه الاثنين الظباط دول والعميد قال لك ابونا انا عارف ان ما فيش حاجه فانا بساله سؤال ما انت عارف ان في تجمع ما جبتش ليه عربيه الامن المركزي ده سؤال منطقي يعني ما جبتش ليه عربيه الامن المركزي يقف فاصل ماشي يا عم ده عايز يقول اللي عايز يقوله واحنا عايزين عايز اقوله على الاقل يبقى في فاصل على الاقل ايه في مثلا 200 نفر عسكري واقفين بينهم فاصل بحيث ان حد من يجي الجيش يعرف يسيطر تمام طب عدد القتلى يعني عدد الشهداء الاقباط العدد الحقيقي هم حاليا 7 يعني مش 6 زي ما قال لا 7 لان في واحد مات ثاني يوم اسمه موني طلع جنازته في 6 اكتوبر في كنيسه العرب 7 وغير المصابين يعني في ناس في حالات حرجه جدا طب انا سمعت ان النهارده برضو كان في حملات من الجيش المصري او من القبض من الشرطه العسكريه للقبض على بعض الاقباط ما زال برضه الحملات ما زال لغايه الوقت ما زال ايوه وبياخدوا من الشيوخ شيوخ يعني ايه ياخدوا بياخدوا من كلام شيوخ الاسلام يا سلام الحق ده المعلم ده معاه اسلحه الفلان عيلة دي ما هم عايزين يدمروا العائلات العيله اللي الاسر العيله الكبيره اللي فيها ناس كبيره وفيها رجاله كتير اقتصاد والكلام ده عايزين يصفوها تصفيه اقتصاد يعني ولا وكمان اقول لك حاجه عشان ما حد يجي يضربه تاني او يعمل حاجه تاني مفيش حاجه افضل بقى يبقى هو اساسا من الاصل مفيش حاجة. هو اساسا من الاصل مفيش حاجه بس هي محاوله لضرب يعني انا بالظبط انا بسال سؤال انا بسال فين الصحافه بسال سؤال طب انت مطلبك ايه دلوقتي حاليا؟ لا انا مطلبي دلوقتي العدل يعني التعويضات انت راجل يعني محامي انا بقول لك التعويضات المفروض الدوله طلع محافظ الجيزه قال لك تعويضات خسائرها في حدود 6 مليون جنيه لا ده اكتر من 6 مليون يعني كلام فاضي 6 مليون اللي لا 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 خسائر ممكن تخش لك حدود 25 مليون جنيه 30 مليون يعني انت الورقه اللي معاك دي مبدئيا دي في حدود 12 مليون 13 مليون جنيه محافظ الجيزه جاب التعليمات دي منين؟ ما في وهل المشكله هل هيدفعوا الفلوس دي ولا لا؟ ما اظنش
يعني هل هما كل مره بيقول لك انا عوض يعني لا. في حوادث عنف ضد الاكبار؟ لا ما اظنش. بيقول لك انا عوض؟ لا. لكن المفروض فعلا يبقى فيه ردع وتعويض. لا انا ما اظنش. مطلبك ايه بالنسبه للناس المحتاجه ده؟ انا بسال سؤال برضو بالنسبه للراجل الاول المتهم الاول عادل نبيل. هو عادل بيتكلم عن الكل. انا بتكلم عن هو الاخص عادل نبيل في ايه الاعلام يعني ان هو دلوقتي الاعلام هو التانيين ما ذكرش اسمائهم. تمام تمام. هو دلوقتي بقى الراجل دلوقتي المسيح هو اللي عمل الفتنه وهو اللي جاب عبير هو اللي جاب ياسين. طب انا اقول لك حاجه، قهوته هنا في شارع الاقصر بينها وبين الكنيسه 600 متر. تمام. ازاي عادل نبيل ضرب بالنار؟ هو جاله تليفون قال له الحق ده في عيالين ثلاثة خشوا لأن هو بيته وأنت داخل الكنيسة تاني بيت حتة أرض كبيرة كده. تمام. قالوا الحق إيه ده في خشب بتاعك ولع. فالراجل راح هناك لقى إيه كان عيالين ثلاثة إيه ولعوا والناس المسلمين هناك الجيران طفوها. يعني حاجة كويسة إن في مسلمين ده يعني في ناس كويسة. طفوها. تمام. وراح خدوه عنده قال له يا معلم اطلع عشان ما إيه خلي عشان ما يعني إيه ابعد عن الضرب والكلام ده لأن ممكن كانت عورة أو حاجة. تمام. خدوه قعد معاهم لحد الساعة 7 الصبح. يعني هو لا ضرب نار يعني ولا كان معاه حاجه. ده هو راح قعد معاهم حتى الساعه 7 الصبح. يعني ما ضربش نار زي ما قيل في وكاله لا هو يعني وزير الداخليه العيسوي بيقول لك ده هو بادر يعني منصور العيسوي جاب تعليماته يعني هو قال كده شيخ محمد حسين مش شيخ محمد علي. محمد علي قصدك الشيخ الشيخ محمد علي. تمام تمام. ومن وبرضه المباحث جابت التعليمات من الشيخ محمد علي. هو الشيخ محمد علي بقى رئيس مباحث دلوقتي. يعني انت جايب المصيبه كلها او جايب الاخبار كلها من واحد. وليه يجيبها من محمد؟ مش معنى يجيبها من محمد علي. ما تجيبها من الشهود اللي في الشارع. لا يعني انت ليه بتقول ان الشيخ جايبها من الشيخ محمد علي؟ لان هو الشيخ محمد علي هو اللي بلغ كل الاخبار. بلغ لمين؟ بلغ للصحافه. بلغ للاعلام، بلغ للمباحث. طب اقول لك مفتش المباحث على الجيزه اسمه حسام فوزي. ما ليه اخ ليه ابن خالته هو اللي راح على الكنيسه؟ ابن خالته؟ ابن خالته. ابن خالته حسام فوزي. وصورته واضحه في الفيديو. ويتقبض عليه؟ ما اتقبضش عليه. امال ازاي سايبينه؟ ده معظم اللي كان اساس الواقع حاجه موثقه ان هو في شهود وفيديوهات ان هو قريب الراجل تمام تمام. عايز اقول لك ان اسم امبابه وراحة اسم امبابه هي المتوقع في الموضوع ده كله. تمام تمام. اللي هم عايزين مع السلفيين. متواطئ مع السلفيين والجيش بيتفرج. والجيش بيتفرج. تمام. انا بقول لي انا سالت رائد في الجيش او مقدم في الجيش بقول له في ناس كذا قال لي احنا ما بنعرفش نتحرك الا بالشرطه. لان الجيش مش حافظ الشوارع مش حافظ بلطجيه بيروح عن طريق الشرطه. تمام. وفي كمان اقول لك حاجه في شرطه قبض على ناس قبضهم الجيش المفروض يتحكموا نيابه عسكريه. لا الشرطه تاخدهم. عشان اسبوع اسبوعين يقعدوا يهدى الجو لازم تطلع تاني. دول مين بقى؟ دول بقى البلطجيه اللي هم بيجيبوا لهم الاخبار اللي هم يعملوا لهم شوشره. ياخدوهم في اسم امبابه يقعدوا اسبوع اسبوعين يطلعوا تاني. بل بالعكس ده مقبوض عليهم بسلاح. الناس البلطجيه دي ما تجيش تاخد فتش قبض بسيوف وبنزين وزلات